الفيديو اليوم راح نحكي عن مذيعة اطفال لقناة ام بي سي سابقا والراقصة على التيك توك حاليا اصالة كامل، وشو الاشي اللي خلاها تتحول من هيك من مرة تسالي لهيك. فخلينا نحكي عن الموضوع اكثر. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل وجيت كل يوم بفيديو جديد. المهم يا جماعة، في شغلة مضايقتني حاب احكي لكم عنها، اللي هو لما الجمهور يضغط على اليوتيوبر يعمل اشي هو مش حاب يعمله بس هم بدهم اياه يعملوا خاوة. يعني مثلا اخر فيديو نزلته دخلت على التعليقات لقيت اكثر من 4000 تعليق بحكوا لي اعمل جولة في غرفتك. طب يا اخي ليش تضغطوا علي هيك؟ افرضوا انا بديش اعمل جولة في غرفتي يا اخي، خلص احترموا خصوصية صانع المحتوى. افرضوا انا بدي اعلق بوكسري بدل البرواز، ما بدي اياكم تشوفوه، خصوصا انه كل بوكسرات عليهم صورة سبونج بوب، وانا ما بدي حدا يعرف اني بلبس بوكسرات عليهم صورة سبونج بوب. جولة في غرفتي انا بديش، بس انتم مصرين. مش انه انا مصور فيديو من شهر وبدي بس حجة عشان انزله، لا، انتوا بتظلوا تطلبوا بالتعليقات وانا لازم البي رغبتكم. بس ارجوكم لا تظلوا تضغطوا علي زي هيك، انا انسان وعندي قدرة استيعابية، ممكن في اي لحظة انفجر، واذا انفجرت مين بدي اعمل لكم فيديوهات بعدين ويحكي لكم فضايح ايمن ومغامرات ومع ابوه بوصلة الكهرباء. المهم يا جماعة، وصلوا هالفيديو 10000 لايك، انتوا بتوصلوا 10000 لايك بدون ما احكي لكم، بس هيك يلا وصلوا. واذا انك اول مرة بتشوفني وجديد بالقناة، بتمنى منك انك ما تشترك في القناة نهائيا. احنا ما بدنا حدا جديد يشترك في القناة، ما بدنا فضايحنا تطلع لبرا، خلص نضل مفضوحين هيك بين بعض. تخيل يجي واحد يشترك جديد بالقناة وبكرة تلاقيه كاتب لك تعليق مين هذا ايمن اللي بتضل تحكي عنه، والله الهياك اللي يفضحوا عرضه. المهم يا جماعه، مين متذكر قناه ام بي سي 3؟ القناه اللي كلياتنا واحنا صغار تربينا عليها، الا انا ما تربيتش عليها، انا ما تربيتش اصلا. ايام زمان لما كانوا كل الاطفال يحضروا قنوات تلفزيون مخصصه للاطفال قبل ما يتعرفوا على قناه احمد ابو الربع، ايام ما كانت تجيب برنامج عيش سفاري اللي كلياتنا كان حلمنا نشارك فيه، والحمد لله قال الله ما حقق هالحلم. تخيل وانت صغير تحقق حلمك وشاركت بعيش سفاري، تيجي تحضر حالك هسه وانت كبير وانت بتطط 12 نقطه عشان يعطوك نقطه زياده تتاهل للمرحله الثانيه. حلو عن اذا انتوا المرحله الثانيه، بديش اولادي يشوفوني وانا بنطط. وزي ما كلياتنا كان حلمنا نشارك بعيش سفاري، كلياتنا كنا نحب مذيعات ام بي سي. انا شخصيا عشت قصه حب 3 سنين من طرف واحد مع عزة زعرور، هي قصة حب كانت حلوة ومتكاملة والله، بس كان فيها مشكلة صغيرة، إني أنا كنت أحبها أموت عليها وهي مش دارية عن سماي إذا أني موجود في كوكب الأرض معاها أصلاً، وأنا صغير ولا نسونجي، أقسم لا يا جماعة كنت أحبها لدرجة إنه كنت أعرف شو بدها تحكي قبل ما تحكي، لما كان يجي هذا المقطع عيش سفاري أحلى عالم، أنا كنت أعرف متى راح تحكي عيش سفاري أصلاً، بتلاقوني بجهز حالي عشان أتفاعل مع حبيبتي، قبل ما تيجي بدها تحكي عيش سفاري بخمس ثواني بتلاقيني منطلق. تسالي احلى عالم. كنت اروح ابوي وانا صغير اقول له يابا شايف هاي على التلفزيون بدي اتجوزني اياها بس اكبر، يجي علي ابوي يقول لي طبعا يابا انت لما تكبر بتصير زلمه بجوزك مين ما بدك. اروح على امي اقول لها يما شايف هاي على التلفزيون بدي اتجوزها بس اكبر، تيجي علي امي تحكي لي ولك انت سميره بنت ام احمد اللي راسها مربع رجليها الثنتين شمال ما راح تقبل فيه، انت وخشمك شبه بكيت الدخان. هون انا عرفت انه هيدا الغرام المستحيل اللي ما بيكمل، هيدا حلم ليله طويل حاجه تتامل. بس كفو ابوي طول عمرك بتعزز لي من وانا صغير، مره اجي علي قال لي اي حدا بضربك بالشارع اضربه ولا تسال، اجي ولد صغير ضربني ضربته، راح ابوه حكى لابوي اجى ابوي ضربني. طب ليش تقول لي اضربه ما دام بدك تقتلني يا زلمه؟ المهم مش موضوعنا. متذكرين اصاله كامل مذيعه ام بي سي؟ حتى اسمها في ايرور احا اصاله كامل، انه مال امك اصاله نصري ولا مصطفى كامل؟ شو القصه يعني؟ عادي اسمها الكامل ممكن يطلع اصاله كامل كاظم الساهر احمد حلمي، واسم العيله عمر دياب، بس صديقتنا العزيزه كاظم دياب اصاله كامل تامر حسني قررت تترك التلفزيون ام بي سي 3 وتروح على التيك توك. تخيلوا امي نزله ام بي سي 3 تتكرفط على التيك توك، تخيلوا مثلا واحد يكون رائد فضاء بوكاله ناسا يطلع هيك ويقول لك احا حياتي انا بدي اصير اشي احسن من رائد الفضاء، يجي يقدم استقالته بوكاله ناسا وينزل يشتغل بسامح مول يعمل عروض على الفول الثلاث بليرة، واذا قربت تنتهي مدته كثير الخمسه بليرة خلي الشعب ياكل. وهون انا عندي معاها مشكله صغيره، انه اي شخص بكون على ام بي سي 3 او على اي قناه مخصصه للاطفال بكون 100% كل جمهوره اطفال، واكيد ما راح يجيك واحد عمره 42 سنه يسمع اغنيه انا البندوره الحمراء، او يجيك شاب عمره 22 سنه يحضر لك عيش سفاري، يقعد ثلاث ساعات يحضر عيش سفاري يطلع على ولد بعيط لانه صاحبه اخذ سندويشته، وامه حكت له اذا حدا اخذ سندويشتك راح اضربه، لا 100% كل الجمهور اطفال، وخصوصا هاي النوعيه من الجمهور بتعلقوا كثير بالشخص اللي بحبوه، خصوصا لو كان على اليوتيوب او على التلفزيون، واكيد كلنا مرينا في هاي المرحله، انا مثلا بوقتها والله لو تيجي علي عزه زعرور تحكي لي موت لموت، بموت مرتين كمان لعيوني، والله هسه لو تحكي لي موت لاموت، فما دام جمهورك راح يكون اطفال فهي مسؤوليه كبيره عليك، بتصفي اذا انك ما بدك تكمل تصنع محتوى مخصص للاطفال زي ما انت بلشت اصلا، وجبت هذا الجمهور الك وخليته يحبك، لا تصنع محتوى اصلا، كل المذيعين اللي كانوا قناه ام بي سي 3 اللي تركوا ام بي سي 3 شوف شو محتواهم هسه، جميعهم محتواهم مناسب للاطفال بالكامل. وإذا ما كان مناسب للأطفال بتلاقيه ما بصنع محتوى أصلا، خلص زلمة بده يقعد بالدار ويحضر نتفليكس لما يموت وخلص. إلا كاظم دياب أصالة كامل تامر حسني على أفكار قاعدة بتحاول توصلها وعلى ملايين الأطفال بتابعوها، والله لا يطلع لكم جيل إشي على الشوارع. البنت تحولت تحول كامل وحلفي حلفيا وحرفيا قاعدة بتحاول تصير زلمة. خلينا نشوف كم مقطع من مقاطعها عشان تفهموا عن شو بحكي. I tell all my hoes, break it up.
زي ما انتم شايفين مش تغيرت، تحولت تحول كامل وطبعا للأسوأ. هي راحت على التيك توك، اكيد ما حدا راح يدخل على التيك توك ويصير احسن. خلص التيك توك مكان بيجذبك لتصير رقاصه، في البيئه المناسبه والخصبه لاي شخص بالحياه انه يصير رقاصه محترفه عليه. والله لو ذاكر نايك دخل ويدعو للاسلام ليطلع منه برقص شرقي. شوفوا التحول اللي صار معاها يا جماعه، شعرها زي شعر ابو فله لما صبغ شعره، شامطه مرايه سيارتها وعملتها نظارات، لابسه شباح زي هذا اللي كان يجي بجي تي اي، اقسم بالله نفس الشباح، ما فيها اي شيء يوحي انها انثى الا شيء واحد وصغير كمان. وانا هون مشكلتي ان انتو كل جمهورك اطفال، كل اللي بتابعوك اطفال كانوا يحبوك على قناه ام بي سي 3، ليش هي قاعده بتعملي؟ شو الافكار بتحاولي توصليها للي بتابعوك؟ البنت تغيرت من هيك لهيك يا جماعه. بعدين شفتوا انتو تنزيل النظارات هاي ورفعتها انه ايش دير بالك مني، ولا بدي اعمل بدي اياه، بفضح امه اللي بحكي معي. والله الواحد بدهوش يتنمر، بس انه ولتي بنت خرا وانتي شب اخرى، فما بالك ولتي بنت عامله حالك شب؟ يعني انت دمجتي الاثنين الخرا مع بعض، طلع معك اشي كثير خرا. الخرا للركب، خرا زياده، خرا 11 برو ماكس. المشكلة يا الله نفسي اعرف شو المغري بحياتنا احنا الشباب حتى بدك تصيري زينا. انا طول عمري بحكي عن شباب بتحول لبنات، ما بعمري تخيلت احكي عن بنت تحولت لشب. خلص مرضاي الغير ماهركو يطلع له شعر وبطل عندي اشي احكي فيه. نفسي افهم ليش بدك تصيري شب؟ شو الاشي الممتع بانك تصيري شب؟ مش فاهم، اقسم لا ماكلين خرب حياتنا. يا رب تتحول لشب وتجربي هيك تسكر السحاب ويسكر على هذا والله انا توجعت وانا بحكي. ساعتها حتعرف انه الله حقه، حتعرف انه ماكلين خرا وترجع عقلات ام بي سي، ترجع بنت انت واباطك شبه الطي. والله يا صديقتي كاظم دياب اصاله كامل تامر حسني انه حياه الشباب خرا. تخيل هيك تصحي الصبح بدك تدخني سيجاره تلاقي باكيت دخان فاضي، تروح على السوبر ماركت تشتري باكيت دخان وترجع، اول ما ترجع على الدار يخش عليك ابوك يقول لك انزل اشبك بتور المي بلاش افضع عرضك، فانت بتخاف عرضك ينفضح فبتنزل تشبك بتور المي. ترجع على الدار لسه بدك ترتاح، تيجي عليك امك بتقول لك روح جيب لي بنص ليره فلفل اسود من السوبر ماركت ولا بغضب عليك، فانت ما بدك عرضك ينفضح ولا بدك امك تغضب عليك فبترد بتنزل. ترجع على البيت لسه بدك تشحق انفاسك ولا ابوك بيقول لك اه خلص عبينا مي انزل افصل الموتور. تفصل الموتور وبترجع بتطلع على الدرج وانت بتحكي يا رب اموت قبل ما اوصل البيت. اختك الصغيره بصير بدها علبه اندومي من دكان موجود في بيروت وانت ساكن بالزرقاء، بتجيب اندومي بتوصل البيت ولابوك بيقول لك اسمع في محل قهوه فتح جديد في بغداد روح جيب لنا منه بلرتين قهوه خلينا نجربه، ولا بفضح عرضك. بتخلص مشاوير البيت تروح على الدار بتنام، بتصحى بتلاقي باكيت دخانك فاضي، بدك تدخن ما بتلاقي فيه، فبتروح على السوبر ماركت تجيب دخان، فبترجع ابوك بيقول لك ايش بك بتور المي، وهيك بتضل دوره حياه الشب. شو بدك في ام الخرا هذا كله؟ والله اقسم لا يا ريتني بنت، فيش عندي اي شيء بالحياه غير اني اعمل مناكير احمر لايدي، فيش بضل 22 سنه بحياتي وانا بس امنكر اصابعي، بعديها بتجوز وبنتقل من مرحله المناكير الاحمر لاني البس قميص نوم احمر. البس قميص نوم احمر شو؟ ولا اني اروح اشبك موتور المي كل 10 دقائق. خلينا نروح نشوف لها فيديو ثاني. شوفي انا عندي كثير اسئله تجاه هذا الفيديو، ببلش من اول شعر براسك لاصبع اجرك الصغير، بس انه ليش بتمشي هيك؟ انا مرتين بحياتي شفت ناس بيمشوا زي هيك، مره كنت احضر قناه ناشيونال جيوغرافيك عن دوره حياه البطاريق وهيك كانوا يمشوا، ومرة أنا وأيمن كنا طالعين مشوار على عمان وأيمن كان مصمت وهيك كان يمشي بالضبط. رحنا جبنا له فازلين قاعد يدهن فخاده بالشارع، فأنت يا أما إنك مصمتة يا أما إنك بطريق، أتوقع إنك بطريق، لأنه فيش إنسان طبيعي حتى لو مصمت بمشي زي هيك. لا، في خيار ثالث صحيح، بس عيب أحكيه، مستحي أحكيه، بس أنتوا عرفتوه، بس غالباً هاي الحالات بتصيب الإنسان اللي بينام على بطنه لمدة طويلة. نيكست. حاس حالي بلجنة حكم مش بقلب فيديوهات. نفس الاشي عندي كثير تساؤلات على هذا الفيديو، بعيدا عن زوجك الكثير خراب الالوان، يا خلص مش ضايل غير تلبسي لون اخضر اخناني، وبعيدا عن انك لابسه نظاره بالبيت، مش عارف شو مستني يعني يجي اجيب لك معي علبه شمس افتح لك اياها عند عيونك، وبعيدا عن الكاس اللي بايدك اللي ممكن تحتوي على ثلثين احتياط العالم من المياه، وبعيدا عن انه في علاقه اواعي معلقه على السقف، مش فاهم ليش علاقه الاواعي ممكن تتعلق هناك، تخيل مثلا بدك تطول قميص منها تيجي تحكي اه خليني اروح اجيب السلم اطول قميصي، بعيدا عن هذا كله نمسك كل شيء ونزته على جنب، هي كل شيء؟ بس في اختراع جميل بالحياه اسمه اواعي، يعني انا ممكن اصدمك بس والله مش حاب اصدمك نهائيا، انت تهيئي نفسيا للي راح احكي لك اياه، جاهزه شاربه قهوتك مصحصحه امورك تمام؟ ممكن نلبس اي شيء غير الستياني اقسم بالله، انت ما بتغيري اواعيك، انت بتغيري الوان الستيانات تاعونك. في اختراع جميل اسمه بلوزه، جربيها والله يمكن تعجبك، اذا ما عجبتك في اختراع اجمل منه اسمه فستان، البسي اي شيء الا البسي حرام، البسي الثلاجه، البسي اي شيء الا الخرا اللي مفكريته اغراء، انت وخصرك شبه شعار قناه الجزيره القديم. نيكست. ما
شاء الله. طب خليها تعطيك شوي، هي عندها كثير يعني ما راح تاثر لو اعطتك شوي. يعني منطقيا انت ما عندك وهي عندها، خليها تعطيك عشان يصيروا الثنتين عندكم وتعرفوا ترقصوا مع بعض. جد ما بزبطيك، واحده طويله وواحده قصيره، خليها تعطيك من طولها شوي. استغفر الله العظيم. اقسم بالله حاس جرد غاز وعلبة كولا برقصوا مع بعض. بس ما شاء الله صاحبتك كثير طويلة وانت كثير قصيرة، ما بزبط هيك. بعدين اقسم لا حتى رقصاتهم غريبة، فيها اشي غلط. يا بتيجي بتعمل هيك بفضح عرضه اللي بقرب. شو هاد حركات ضابط شرطة امريكي هاي؟ اقسم لا لولا ما اني شفتهم برقصوا بعيني كان فكرته درس ملاكم. يعني اقسم لا انا توقعت بعد تعمل لك هيك وهيك تعمل لك هيك تشوطها كف. بعدين لاحظت اشي غريب في رقصتهم، هو اشي غريب بس مش غريب على وضعهم. لما اجى مقطع من رقصهم يعملوا هيك، كاظم دياب اصالة كامل تامر حسني عملت هيك عادي. اجت في كل قوة قلب عملت لك هيك، فيش اشي تخسره لانه فيش اشي اصلا. هذيك لا، هذيك عملت هيك ظل ما في مجال، عارفين؟ الله ياخذنا هيك معلومات غبية. وهنا اكتشفت انها بتقدر تلبس اشي غير الستيانة، بس يا ريتك ما اكتشفتي. شو هاد اول مرة بشوف واحد لابس سجادة، شو هاد كأنه ريش الدجاج، الريش تبع الدجاج. تخيل تيجي تنتفي من بلوزتك شعرة هيك تلاقي البلوزة بتحكي بخبقيق، ما بزبط لا تلبسوا ريش دجاج. طب هاي البلوزة اذا توسخت شو بتعمل، بتغسليها ولا بتسلقيها مع بهارات وفلفل اسود؟ وين جماعة حقوق الحيوان عن هيك بلوزة؟ ولا بس شاطرين على برهوم مع راوي؟ يا ريتك ضليتي تلبس ستيانات ام اللون الاخضر الخناني تبعي اللي ما بغري رجل عمره 65 سنه. خلينا نروح نشوف لاخر فيديو لما بلشت اتضايق منها. صح الفتره الاخيره في موضوع شاغل بالي حابه اتناقش معكم فيه. هو الموضوع ما اجى يشغل بالك وتتناقش فيه غير وانت بتعملي ام كاسه الشاي تعيتك، يفضح اخت كاسه الشاي اللي ما بتخلص بكل فيديوهاتك. بس خلينا نشوف الموضوع اللي شاغل بالها. هي مي اوت، كلنا اتحطينا في الدايره دي وفي الموقف ده انه مطلوب مننا نحقق او ننجز او نوصل لحاجه معينه لانه الناس اللي قدامنا متوقعين كده مننا. هاي هسه راح تبلش تحكي كلام عميق ومثقف، الكلام اللي انا اصلا ما بفهمه، عشان هيك راح اضطر احكي لكم. بس والله يا جماعه هذا كان الفيديو اليوم، لايك شير مش سبسكرايب.